طيب في الـ total internal reflection، أنا عشان أفهمه هنتخيل مع بعض إن أنا عندي medium، والميديم ده شكله بالمنظر ده، عبارة عن half circle من الجلاس مثلا، وعندي incident ray على السيركل دي. فهو في الأول هيمر من على أول surface straight، مش هيحصل فيه refraction، لأن احنا عارفين إنه لما الراي بتاعي بيبقى perpendicular على السيرفس بتاع الميديم فهو بيمر straight without no change in direction أو no refraction. okay. طيب هو هنا perpendicular ليه؟ علشان أنا عندي السيركل الريديوس بتاعها أي حاجة في اللاين بتاعه okay. هي بتبقى perpendicular على السمول بورشن من السيجنال اللي بيعدي عليه، أو يعني لو أنا رسمت تانجنت فالجزء دوت من التانجنت هو بيبقى إيه بيربنديكولار عليه okay. فبالتالي هيعدي ستريت، لكن لما هيجي عند السيرفس التاني الهوريزونتال هيبتدي يحصل حاجتين. أول حاجة هيبتدي يحصل ريفليكشن بجزء بسيط، زي مثلا 20%، وهيبتدي يحصل ريفراكشن بالجزء الأكبر من الري من الانسيدنت ري، وهيبقى away from النورمال عشان هو رايح للاير وجاي من الجلاس، يعني هيعمل سبيد اب فهيبعد عن النورمال okay. لو انا جيت غيرت الانجل اوف انسيدنس دي زودتها هلاقي برضو انه هيحصل ريفليكشن. الريفليكشن دوت النسبة بتاعته هتزيد، تبقى زي مثلا 50% okay. وهيحصل ايه ريفراكشن، وبرضو هيبقى away من النورمال، وهتبقى النسبة بتاعته اقل، يعني هنا كان 80% هنا كان 50%. اوكي طيب تعال نغير الانسيدنس انجل تاني. ساعتها برضو الريفليكشن هيزيد، الريفليكشن inside الجلاس هيزيد، و الريفراكشن هيبقى 90 ديجري من النورمال، نسبته هتقل هيبقى say 10%، والريفليكشن اللي inside الجلاس هيبقى 90%. okay. الحالة دي أنا بقول إن الـ incidence angle I هي equal to C، و C دي هي الـ critical angle. critical angle لإيه؟ critical دي يعني معناها حاجة حرجة، اللي قبلها زي مش زي اللي بعدها، فهي critical لإيه؟ critical لإن بعد ما الـ incidence angle تعدي الـ C دي هيحصل إنه 100% من الـ incident ray هيبقى reflected inside الـ glass. يعني ايه 100%؟ يعني total. ويعني ايه reflected inside glass؟ يعني internal. internal يعني داخلي او inside. okay. reflection. يبقى كأن الـ C هي الأنجل اللي أولا عندها الـ R is equal to 90 degree، ثانيا هي الأنجل اللي لو الـ incident angle كانت above الـ value بتاعتها هيحصل الـ total internal reflection. okay. الـ angle C دي هي constant for each type of material، يعني أنا عندي الـ C water هي equal to 49 degree،
ومثلا ال C glass هي equal to 42 degree، ال C diamond equal to 25 degree. وال C diamond بالذات مهم ان احنا نخلي بالنا ان عشان هي قليلة ال diamond دي sparkly shape sparkly appearance. يعني ايه sparkly appearance؟ يعني لو تخيلنا دي دايموند اهو، والدايموند ديت ليها اكتر من فيس، اوكي، وجا خلينا نرسمها المور 3D، وجا اي لايت عمل انسيدنس على اني فيس فهيبتدي يعمل ريفراكشن جوه ال دايموند ويبتدي يعمل انسيدنس على فيس تاني. عشان هي الانجل دي صغيرة جدا، فأي انجل بيعمل بيها انسيدنس اللايت انسايد الدايموند هي في الغالب هتبقى اكبر منها، اكبر من الكريتيكال انجل، فبالتالي هيعمل توتال انترنال ريفليكشن، يعني هيبقى 100% من الانسيدنت ري هو موجود ريفليكتد جوه فين؟ جوه الدايموند، فيروح يقع على سيرفيس تاني فيعمل نفس القصة، ويروح يقع على سيرفيس تالت فيعمل نفس القصة، ويروح يقع على سيرفيس رابع and so on، فيفضل اللايت كأنه trapped جوه الدايموند، فبالتالي يديني ال appearance المعروف بتاعه. خلي بالك ان احنا لما اتكلمنا عن الريفراكشن وقلنا انه اللو بتاع الريفراكتيف انتكس is equal to sin i over sin r، الكلام ده كنا بنقوله لما كان اللايت هو بي انسيدنت ان الاير وبيحصل له ريفراكشن في الميديوم، اوكي، لكن الوضع عندنا في التوتال انترنال ريفلكشن مختلف. اللي بيحصل انه بي انسيدنت جوه الميديوم وبعدين بيبقى ريفراكتد 90 ديجري عند يعني يكون انسيدنت بكريتيكال انجل سي، هيبقى ريفراكتد بانجل 90 ديجري، خلاص، فين؟ في الاير، ماشي. فاذا انا هنا ما اقدرش ابلاي اللو بتاعي، ليه؟ لان الوضع معكوس، الانسيدنس في الميديوم ما هواش في الاير، فهعمل ايه؟ هتخيل الوضع بالشكل العكسي، يعني هقول كانه الانسيدنس هو اللي كان واقع في الاير بانجل 90 ديجري وبعدين بقى ريفراكتد في الميديوم، فساعتها بس طبعا ريفراكتد في الميديوم برضو بالانجل سي، فساعتها بس اقدر اقول ان اللو بتاعي ابلايز هير وهيبقى ساين الانسيدنس هنا اي اللي هو 90 اوفر ساين الار اللي هي هنا بي سي، فايش ده هيبقى بيساوي 1 اوفر ساين سي، والان ايكوال 1 اوفر ساين سي دي ريليشن تالتة غير ال n equal sin i over sin r وال n equal ال c اللي هي ال speed of light in vacuum على ال v medium اللي هي ال speed of light in medium، okay. دي ريليشن تالتة أقدر أحسب بيها ال refractive index. يعني مثلا أنا لو قلت لك إن أنت عندك ال c لل water is equal to 49 degrees، فانت هتقول لي اه والله يبقى الان هيساوي 1 over sin ال 49 degree، اوكي، لو حسبنا بالكالكوليتور هيطلع 1.33. نفس الكلام لو انا قلت لك ان انا عندي الان water equal 1.33 وانا عايز ال C water critical angle لل water equals كام، فحضرتك هتعمل rearrangement لل equation ديت
خلاص، وتقول لي انه ال C water equals or sorry sine ال C water هي بت equals كام؟ 1 over ال N، يعني ال C water equals sine minus 1 1 over ال N. اوكي، لو انا عملت على الكالكوليتور بقى ساين ماينس 1 1 اوفر ال 1.33 شيفت ساين 1 اوفر 1.33 هيطلع لي 49 ديجري. اوكي، يبقى لنا ان احنا نعرف الابليكيشنز بتاعت التوتال انترنال ريفلكشن بيستخدمه في ايه. فقال لي أهم حاجة هي الأوبتيكال فايبرز. إيه موضوع الأوبتيكال فايبرز ده؟ أولا هي شكلها زي ما هو موجود في الصورة، عبارة عن فايبرز رفيعة جدا، دي بتبقى من الجلاس هاي بيوريتي جلاس، أوكي، يعني جلاس مفهوش شوائب، ولما اللايت بينسدنت عليها بيحصل زي ما احنا شايفين في البيكتشرز التانية، بيحصل total internal reflection عند كل مكان اللايت بينسيدنت فيه، كل سيرفس اللاين بينسيدنت فيه، يعني هو عمل انسيدنس على السيرفس ده في الفايبر فبيعمل total internal reflection من هنا بقى هنا، بعد كده يعمل انسيدنس هنا فيعمل total internal reflection inside الفايبر and so on. فبالطريقة دي انا اقدر لو انا عملت اكسبوجر، يعني عملت عرضت السايد دوت من الفايبر لللايت، اقدر اضمن ان هو هيفضل يعمل انترنال ريفليكشن جوه الفايبر بتاعتي لحد ما الاذر اند، لحد ما يوصل للاذر اند في الفايبر. فعشان كده احنا بنستخدمه في التليكوميونيكيشن. لو انت كتير مثلا ما بتلاقي النت يقطع وتتصل بشركة الاتصالات يقولك معلش عشان احنا بنعمل تبديل للكابلات النحاس بكابلات فايبر، هي دي بقى المقصود بيها الكابلات الفايبر، ان هو بيستبدل الكابلات النحاس اللي بيمشي فيها electrical signal اللي هو النت بيتحول فيه electrical signal وتمشي في الكابلات النحاس، بيستبدلها بأوبتيكال فايبر بحيث ان النت يبقى light signal مش electrical signal، واللايت سيجنال دي طبعا اسرع لان سرعه اللايت اكبر من سرعه الالكترونز، تمام، واقدر بالاوبتيكال فايبر انقلها مسافات اكبر بدون ما يبقى فيه لوس. اوكي، طيب تاني حاجه بستخدمها في الميديسن، لما بيجي السيرجن عايز يشوف انسايد البادي كان زمان بيضطر يفتح جسم المريض فتحة كبيرة عشان يقدر يبص جواه، دلوقتي لا، أنا ممكن السيرجن بيفتح فتحة صغيرة جدا في جسم المريض ويدخل فيها الأوبتيكال فايبر دي ويبقى عليها زي كام صغيرة كده، وبعدين هو من بره يبتدي يعرض لايت عند الطرف اللي هو ماسكه من بره، فاللايت يتنقل للطرف التاني فيعمل إضاءة للكام تقدر تصور الجزء بتاع جسم المريض اللي هو عايز يشوفه جوه جسمه يعني. اوكي، فيقدر يعمل السيرجري بتاعته بطريقة سهلة.